بالحلقة السابقة قلت جيروم باول مدير الفيد راح يحكي والله يستر، والأستاذ جيروم يعني صرح والسوق انهار وراها. بيتكوين من 21.5 نزل ل 20,000، إيثر نزل 1500 وكسور، وسوق الأسهم أيضا يعني انضرب ضربة قوية، الناسداك نزل تقريبا 3%. زين شنو اللي قاله وليش السوق هيك نزل وشنو متوقع المستقبل و و و خلينا نسولف باختصار يعني بعد الفاصل. بقت ايام على عرض ايفست وبونص 100% على الايداع الاول، يعني من تشترك واول ايداع لك تاخذ عليه 100%. منصه ايفست راعي القناه عندها العرض منها نهايه الشهر، مثلا تودع $1,000 تاخذ مقابلها $1,000 للتداول. ايضا تستفاد من خدمه تيب رانكس المجانيه لفتره قصيره، وتعطيك حسب يعني الاف الخبراء رايهم وتقييمهم للاسهم واشهر الاسهم واكثر الاسهم حركه بالاسواق والاسعار المستهدفه. الرابط بالديسكربشن للاشتراك. جيروم باول مدير الفدرالي ما كان المفروض يطلع منها نهاية الشهر القادم أو منتصف أتصور، وكنا نشوف يعني السوق ده يصعد شوية شوية إلى أن قبل أسبوعين شوية خف. بس هذا المؤتمر جاكسون هول مؤتمر سنوي غير كل شيء، يعني طلع باول وقال إنه إحنا مستمرين بهدف تقليل التضخم، وهدفه يعني 2% من 8.5% الحالية، وقال كلمات قوية، قال راح تكون آلام للكل بطريقنا لهذا. زي موضوع 2% جديد لا، صار له سنة يحكي به يعني يعيد ويصطر به. يعني المهم قصده أنه لازم تتحملون اللي راح يصير بعد اللي راح نسويه، يمكن لمحنا زيادة أكبر بالفائدة بالاجتماع القادم، ويعني يمكن يقول هذا ضروري حتى تستقر الأسواق. طبعا هذا أيضا ممكن، مو أكيد بس ممكن جدا، أن يؤدي إلى ركود اقتصادي. هذا يخوف إذا زاد الفائدة، لأن كل ما تزداد الفائدة كل ما صعب على المؤسسات والشركات يقترضون لأن الفائدة عالية والشغل يقل والناس تخسر وظائفها مثلا. بس ترى السوق يعني نزل بشكل أكثر من اللازم، لأن هو ما قال فد شيء من عرفه، قال يريد يشوف أرقام التضخم وعلى أساسها يقرر ايش قد يسوي الفائدة. ولما قال أكو ناس راح تتألم، زين هذا شنو يعني جديد الموضوع؟ احنا متألمين صارنا أشهر، شنو المخيف بكلامه؟ ما أعرف. حاليا احنا نشوف أن الناس ما تخسر يعني وظائف، بالعكس اكو وظائف هواية كلش وماكو موظفين. بس اذا استمر باول بهذا المنهج هذا ممكن يتغير والعطالة تزيد. هاي التصريحات نزلت السوق لانه السوق يتوقع انه بعد هذا الكلام يعني يقل الصرف، الناس توفر الدولار مالها لانه يحتاجوا مستقبلا شركات وافراد. ايضا هذا يعني مو فشي جديد، يعني برأيي المتواضع الموضوع مثل بقية المواضيع نزلت السوق، بعد فترة الناس تنساها، ذاكرتها قصيرة، وأيضا راح يحسبوها حساب صح ويعيدون كلامه ويعرفون أنه ما قال فشي جديد. لو يقول ناوين نزيد الفائدة في رقم كبير ممكن يتغير، بس حتى لو بين البنك يعني إذا زيادة 2% دفعة واحدة يعني بالنهاية راح يتغير؟ السوق ينهار، الناس تخسر وظائفها، والتضخم شوي يقل بس يصير كساد بالبلاد. هذا الموضوع يكون كلش سيء له ولحكومة بايدن، يعني ايضا مقبلة على انتخابات شهر 11. باول ما راح يطلع كل يوم يقول هذا الكلام، ما راح نسمع منه الشهر الجاي. احتمال كبير يعني زيد 1% الفائدة، اذا زيد 3-4 نقطة راح يصعد السوق، ومو بعيد وراها بشهر ايضا ديسمبر يمكن فد نص نقطة على الاقل زيد. هذا كله موجود ببال المستثمرين ومحطوط بداخل استثماراتهم. وايضا عندنا تقرير سي بي اي اللي يقيس يعني اسعار القسم من السلع، يطلع الشهر الجاي. اذا نزل مرة اخرى مثل الشهر هذا راح تكون إشارة إيجابية والسوق يتحرك يعني إيجابيا بقوة. ورغم أنه الناتج المحلي جي دي بي مال أمريكا نزل ربعين على التوالي، وهذا عادة يعني الدخول في ركود اقتصادي، بس احنا ما شفنا ركود. يعني البطالة نسبة قليلة من البطالة والتوظيف يعني يزيد. زين شنو هذا الركود؟ إذا تسألني أقول لك يعني مثلها مثل غيرها من الأخبار اللي نزلت السوق، مثل كوفيد من بدأ، من الصين تمنع العملات الرقمية كم مرة سوتها هاي الشغلة، من توقف المعامل بالصين على مود كوفيد، الحرب من صارت، يعني هاي مو نهاية العالم، بالعكس هاي فرصة حتى تستثمر وتسوي DCA Dollar Cost Averaging، يعني تستمر بيها بنفس الطريقة إذا أنت تفكر بعيد. أما إذا أنت جاي يعني تريد تسوي تداول هذا غير موضوع، ممكن تكون بفرص أيضا أخرى يعني كبيرة، يعني السوق راح يتأرجح تأرجحات مثيرة بعد أنت وشطارتك. تداول عندما يتداولون.
هل أنت مبتدئ وما زلت تتعلم الأساسيات؟ أم أنك لا تمتلك الوقت لمتابعة السوق؟ لا عليك، مع إيفست سكابي تريد بإمكانك نسخ أداء أفضل المتداولين لحظة بلحظة. ستنسخ صفقاتهم في حسابك 100% لتحقق لنفسك ما يحققه أفضل المحترفين لأنفسهم. إيفست، الأرقام تحسم.